كيف لكن لا عن كأن عكس ما لي كان من عمل فإن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه يضرني ولا إذا الترتيب إلا بالذي فليت فيها أو هنا غير الذي وأنزع إن تحل سد مصدري مسدها وجيسي وعلى كرسي كرسي في الابتداء وفي بد يصله وحيث إن لي يمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت نحل حالك زرته وإني ذو أمل وكسروا من بعد فعل حلق بالله تعلم إنه ليتقى بعد إلى فجاءة أو قسم لا لام بعده بوجههم نعطيه فالجزاء ولا يطرد بنحو خير القول إني أحمد وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتدا النحو إني لا وزر ولا يلي اللام ما قلبي ولا من الأفعال ما كرضي وقد يليها مع قد كيملا لقد سمع على العدا مستحويا وتصحب الواسطة معمول الخبر والبصر واسم حل قبله الخبر ووصل ما به الفروض المبطل فما لها وقد يبقى العمل وجائز الرفوف معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل ألحقت بهن لكن نوعا من دون ليت ولا عل وكان وخفت النفقا للعمل وتلزم اللام إلى ما تهمل وربما استغني عنها إن بدا مناطق أراده من حمل والفعل إن لم يكن ناسخا جلا تبديل والدا بإني فصلا وإن تخفض أن الاسم وسطا وخبر جملة من بعد أن وإن يكن جعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن المصيب قد أنبي أو تنبيس أو لو لقب من الفرد وخفضت كأن أيضا فنوي منصوبها وذلك نظر الزهرة وأخواتها. الأصل أن يكون للحرف عمل واحد. جلست بالدال هي جرة أحب أن تحضر النصبت الحرف لا يكون له عملان لكن إلا وأخواتها مشبهة بالأفعال تسمى الحروف المشبهة بالأفعال وجه الشبه وجه الشبه واقع على ثلاثة أحرف أكثر التزمت العرب فتح آخرها لا يليها إلا الاسم كذلك الأفعال لا يليها إلا الاسم تلحقها نون الوقاية إذا تحصلت بها ياء المتكلم مضمنة مع الأفعال إن معناه أؤكد كأن أشبه لعل أرجو ليت أتمنى إذا أشبهت الفعل من أكثر وجه فجعلوا لها عملا مزدوجا تنصب الاسم تنصب المبتدا اسما لها وترفع الخبر خبرنا قال لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لي كان من عمل تلك رفع الاسم ونصب الخبر وهذه نصب الاسم ورفع الخبر كأن زيدا عالم إن واسمها وخبرها بأني كفر أن واسمها وخبرها ولكن ابنه يضرني لكن واسمها وخبرها وراعي الترتيب الأصل في هذا الباب أن يتقدم الاسم ثم الخبر لا يجوز أن يتقدم الخبر إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا لا تقول إن عالم زيدا لا يقال هذا لكن إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا لا حرج قال ابن مسعود العرب لا تعد الظرف والمجرور شيئا قال تعالى إن لدينا أنكالا تقدم الخبر ظرفا إن في ذلك لا عبرة لمن يخشى تقدم الخبر جارا ومجرورا لا حرج أنا قولي وراء إذا الترتيب إلا في البذيء ليت فيها غير البذيء ليت هنا غير البذيء قال رحمه الله وهمز إن لفتح لسد مصدري مسدها إن إذا أولت مع ما بعدها بمصدر تفتح فهي من قبيل المفردات كان تقع في محل فاعل أول المكين أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أو أن تقع في موضع المبتدا ومن آياته أنك ترضى خاشع رضيتك أو أن تقع مفعولا به ولا تخافوا أنكم أشركتم بالله شرككم أو مضافا إليه مثل ما أنكم تنطقون مثل نطقكم أنا أقول وهمزة إن فتح لسد مصدري مسدا وفي سوى لا تكسر أول موصول حرف يعني لا أسمعك موصول حرف عندي خمسة وقال بعضهم ستة قال بعضهم موصولون الحربي أن لوم وأن وكي تذلذي يا من سمى طبعا قالوا في سوى لا تكسر فكسر في الابتداء إذا كانت في أول كلام اكسرها لأن الحالة هذه في محل جملة إنا أنزلناه في يوم القدر إنا فتحنا لك فتحا مبينا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الله تمام الله تعالى وفي بدء الصلة إذا كانت بداية الصلة جاء الذي إنه عاقل جاء الذي إن زيدا يحبه ومفهومه أنها لو وقعت في أثناء الصلة تفتح جاء الذي عرفت أنه كريم جاءتنا الصلاة
وحيث لنا اليمين مكملا إذا كان جوابا لقسم، لأن جواب القسم لا يكون إلا جملة. القسم نموذجه كما يلي: حلفت بالله لا يحضرن زيد، حلفت بالله جملة لا يحضرن زيد جملة. إذا وقع جوابا لقسم فالأصل أن تكون مكسورة، لأن المكسورة من باب الجمل. قال: حين تنزل الكتاب وبين الله أنزلناه وبين الله مباركة، والعصر إن الإنسان في خسر، جاءت مكملة لقسم. وحدثنا قلنا ماذا؟ قرأ مرة أخرى همزة إن افتح لسد مصدر مسد وفي سؤالك تكسر في الابتداء وفي فتح صلة، وحيث ذلك الجميع حقيت بالحالة وحقيت بالقول، كذلك إذا كانت محكية قول، لأن القول ينصب الجمل. لا تقول قال زيد عمرا كما تقول ضرب زيد عمرا، قال كتائج للجملة، لا تتعاون بالتجزئة، تعاون بالجملة، تنصب جمل. قال إني عبد الله، جملة إني عبد الله محلها نصب. وقولهم إن ناقة المسيح عيسى على رسول الله وحقيت بالقول، وحدث محل حال جاءت في محل حال، كقول الله عز وجل على الصالحين: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، سورة الأنفال. نعم، يقول كثرته وإن ذو أمل وكسروا من بعد فين علق بالله كعلم إنه لذو التقى. كذلك التعليق حكم يأتي في ظن أخواتها، يعلق الفعل عن العمل، يكون عاملا لا عاملا، عاملا في اللهو عاملا في المحل غير عامل في اللهو. مثل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، ولتعلمن أينا أشد عذابا معلق، أينا مرفوع وأشد مرفوع. كذلك إذا جاءت إن قبل لام معلقة تكسر، مثل إذا جاءك المنافقون قالوا شهد إنك رسول الله، والله يشهد إنك، الله يعلم إنك رسوله، والله يعلم علم علقت باللام لرسوله. لو لم يأتي اللام تقول والله يعلم أنك رسول، بغير القرآن تقول والله يعلم أنك رسول بفتح، لكن ما دام علق باللام الحكم التسخ، لأن اللام تصحب كثيرا خبر إن وسوف يأتي. فسأل بذل من الله قال فلان تعالى من الإفراء.